مرحبا، اليوم بدي أعلمكم كيف بدنا نقلي البيض بالطريقة المثالية. مثل ما بنعرف دائما لما بنستخدم مقلاية عادية، لما بنجلي جلي بنضطر نعمل معركة مع المقلاية لأنها بتلزق. هون حأستخدم مقلاية خاصة مجهزة بطبقة مانعة للصق، وطبعا نوعيتها كتير منيحة. في كتير بيقولوا انه هيك نوع من المقالي ما منيح للصحة، بس هو المظبوط هو انه في كتير ناس ما بتقرا التعليمات. هون مثلا قالين لي انه ممنوع الحرارة تكون اكتر من 60، حطيت على حرارة 60، حطيت لها شوية زيت زيتون، وبستخدم فرشاية حتى ادهن زيت الزيتون على كافة السطح تبعها. وبنطر زيت الزيتون حتى يحمى شوي. فينا نحط يعني كمية، أنا اليوم حجرب لكم ببيضة واحدة بس لحتى أفرجيكم كيف بنعملها. هلأ نطر الزيت لحتى يحمى، وعندي هون البيضة جاهزة. هلأ بستخدم مثل ما شايفين هون عصا تبعت خشبة تبعت بوزة، ما بحاجة تستخدم ملعقة لحتى تحركها. انا شخصيا بحب البياض بخلوط مع الصفار، في ناس بتحب البياض يضل لحاله والصفار لحاله، انا احب مخلوطين. هون حاخلطهم وميزة هالمقلية انه مثل ما شايفين ما بتلزق ابدا، يعني ما في مجال ابدا تلتصق طالما ان محترمين المعايير. ومن المهم كتير نقرا لما بنشتري هيك نوع من المقالي، بنقرا التعليمات، وهي كتير بسيطه. المفروض ندهنها بالزيت، ما نتعدى الحراره اللي هي 60 درجه، ولما نخلص ما لازم نحطها فورا بمي بارده لانه هالشي بيؤدي لطعج الحديد. ولما بنجليها ما بنستخدم الا اسفنجه، ما بنستخدم سيفه معدنيه. فاذا احترمنا هالمعايير بتضاين لسنوات. هيدي صار لها عندي سنه، مثل ما شايفين ما بتلزق ابدا، يعني بيصير قلي البيض متعب بدل ما يكون معركه بالمجلى. مثل ما شايفين هون، هلا هون انا محضر الخبز، محضر الترويقه، هيدي جبنه، هيدي انا مسويها. بكره بعلمكم كيف، بفيديو تاني بعلمكم كيف نعملها. ومهيأ الشاي، وعادة بحب يعني اكل زيتون وعدة اشياء، بس اليوم عم بعمل الفيديو بس لعلمكم مشان البيض. مثل ما شايفين دائما ما بتلصق ابدا. الان بدي احاول اقلبها لحتى يتفرع، احاول اقلبها بالخشبة. انا هلا ماني مستحكي مظبوط لانه ما قادر اكمش، عم صور بايد وعم بقلي بايد، بس عادة لما اكون ماسك المسكة بستحكم اكتر. بالنهاية هاي البيض صار جاهز، حطفي الغاز، ومثل ما شايفين منها لحالها بتنزل ما بحاجة ابدا انها نجلي، يعني انه نفرك المقلاية منها لحالها
بتنظف حالة بحالة، ونحط البيجل. هلأ صار فيني أكل بيض مقلي بكل شهية بدون أي مشاكل مع المقلية. وطبعا زيت الزيتون هو من أفضل الزيوت لقلي البيض. من الخطأ استخدام الزبدة، لأنه في كتير ناس بتحط كتير زبدة وهذا شيء مؤذي للصحة. الزبدة فيها شحوم الترانسفات اللي بتؤدي لانسداد الشريان التاجي، فزيت الزيتون هو أفضل شيء وأكثر شيء طبيعي. وشكرا، صحتين. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتبعتوا هالفيديو لكل الناس اللي بتحبوهم. باي.